السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وامور هانيه. توحشتكم، نتمنى حتى نتوما تكونوا توحشتوني. سمحوا لي بزاف، سي فغي طولت عليكم، صافي امومو ما درتش لكم لا فيديو، ما حطيت لكم والو في لاشان، فريمون سمحوا لي، اعتذر. دونك اليوم قلت لكم واحد الوصفه باش تسمحوا لي، باش ترضاو عليا. الوصفه اللي هي زوينه بزاف الوجه بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من الحبوب ومن البشره اللي كتكون ناشفه بزاف، كيكون في هذوك القشره تكون ناشفه فريمون، باش نغديوها ونعطيو لها شويه ديال الاشراق ولا الاشراقه ولا المهم نعطيو لها شويه ديال اللمعان، نعطيو لها واحد نغديوها ونعطيو لها نحيوها من جديد. المهم كنتفلسفوا شويه راكم عارفين. المهم نتمنى راكم فهمتوني، دونك بلا ما نطول عليكم غادي نبداو الوصفه تاعنا اللي هي سهله بزاف. تبعوا معايا مرحله بمرحله، دابا كلشي راني هنا في لاكويزين. المهم غادي نجبد معكم داكشي مرحله بمرحله، وغادي تبعوا معايا باش يكون داكشي واضح بلا ما نبقاو بروتوكول. تو فا بيان في الدار، الروينه ما يهمش، المهم انكم تفهموني وتوصلكم الفكره ديالي وتجربوها ان شاء الله، وتقولوا تردوا عليا وتقولوا لي باش نفعتكم وكيفاش كانت النتيجه. دونك غادي نبداو، غادي ناخذ اول حاجه اون بانان، ناخذ اون بانان، مي ما غاديش نحتاج البنات لا بانان كامله، غادي نحتاج غير القشور ديالها. دوك البانانا كلوها ولا ديروا بها سالاد ولا عصير ولا اللي بغيتو، مي انا اليوم غادي نحتاج غير القشور ديالها. كما كتعرفوا انا القشور نتاع لا بانان اللي هو زوين بزاف وفيه واحد المواد اللي هي زوينه للوجه وكتعطي كتغذيه لنا من الاعماق، وفيه واحد كما قلت لكم واحد المواد اللي ما حافظهاش كامله، ولكن ديجا مثلا كماده الزنك اللي هي كتحارب الحبوب وكتقضي على الحبوب، كتحيد هذاك كيكون الوجه ناشف كتحيد وكترطبه، لان فيه هذاك الماده تاع البوتاسيوم اوسي اللي كترطب لنا البشره حتى هي. دونك هو فيه مواد زوينه، فيه مواد بزاف وعنده فوائد كثيره اللي بطبيعه الحال انا مانيش حافظهم يعني كاملين في الراس ديالي، ولكن عطيتكم المهمين كما قلت لكم. ماده الزنك اللي هي كتحارب الحبوب وكتنشفها، والبوتاسيوم اللي كيرطب لنا البشره ديالنا. ودابا واش غادي نديروا بهذا القشره نتاع اللبنان؟ دونك غادي ناخذوها كما نكونو غسلنا وجهنا ديجا مزيان من الاول، غسلناه مزيان من الاعماق بالصابون وشفناه يكون نقي. تاخذوا هذيك اللبنان ولا القشور تاع البنانه وغادي تحكوا به الوجه ديالكم. ديجا هو غادي يحيد لكم كاع داك القشور اللي غادي يكون عندكم في الوجه ديالكم. دونك غادي يحيدو لكم كامل كما قلت لكم هذيك الماده تاع الزنك اللي كتكون فيه كتحاول باش كتنشف لكم الحبوب وكترطبو سي الوجه. دونك غادي تحكوه مزيان، فوالا، وغادي ما تخلي واحد نص ساعه حتى ينشف مزيان. تغسلوا وجهكم بالماء دافي وتنشفوه مزيان، ومن بعد غادي ندوزو نوريكم الوصفه كيفاش نحارفوا الحب الشباب وكيفاش ننظفوا البشره تاعنا من الاعماق. فوالا، دونك تحكوا مزيان كاع دوك البلايص اللي كتكونوا ما حكيتو ما استعملتوهمش، حاولوا انكم تستعملوا كاع القشور تاع البنانه. غزيلات من بعد ما خليتها 30 دقيقه وغسلت الوجه ديالي كما كتشوفوا، لي فريمون نحس به مزير ونقي ورطب، سورتو كما قلت لكم بهذاك لابو القشور تاع البنان اللي فيها فوائد كثيره، وجربوها. ودابا غادي ندوزو باش نوريكم الوصفه نتاع اليوم الرئيسيه اللي هي محاربه الحبوب، وسورتو الوجه اللي كيكون ناشف بزاف اللي ينفع يكون اونتر دهني
دهني وناشف، ولا باش ما يكونش البنات اللي عندهم البشره دهنيه بزاف. يعني نقدر نقول لكم هذه وصفه معليش غادي تزيد لهم الوجه ديالهم. دونك بالنسبه للبنات اللي عندهم الوجه ناشف، هذه وصفه اللي هي 100% عطاتهم النتيجه اللي هي مضمونه. دونك غادي ندوزو غادي نبداو غادي ناخذو غادي نحتاجو في هذه الوصفه هذه بودرة ديال دقيق الحمص بواشيش، دقيق الحمص اللي انا كنشري هكا ديجا واجد من البنات اللي ما عندهمش، ياخذوا الحمص اللي كيديروا به الحريره ولا ديروا به الشوربه، تشدوه وطحنوه في هذاك الطحن الكهربائي وغادي يعطي لكم واحد الدقيق كما هذا. انا كنشريه ديجا واجد وراه عندي ديجا. غادي ناخذوا واحد لوبول غادي ندير فيه واحد جوج تاع المعالق تاع ندور هكا الكاميرا لا تشوفوا معايا. دونك غادي ندير هنا جوج هادو جوج بهاد الصغار تاع القهوه، لكن غادي ناخذ غير وحده. هذه اللي كنستعملها ديجا هي كبيره، غادي ندير غير وحده تكونش عامره بزاف غير على حسب ما تحتاجوا. وغادي نزيد معاه واحد ياغورت طبيعي ماشي كامل بيان سور، غادي نديرو معاه معلقه وحده، نديرو غير معلقه وحده نتا ديال الوقت الطبيعي كيما هكذا. وغادي نزيدو عليه معلقه ديال العسل الحر البنات، كما كتعرفوا كما قلت في الفيديوهات القدام ديالي كتعرفوا بلا العسل حتى هي عندها فوائد كثيره 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 وكلشي كيعرفوها. فوالا، وغادي ندير معاه نص معلقة تاع القرفة، القرفة اللي هي زوينة بزاف. أنا هنا أنا كتصيفطها لي ماما بالمغرب، كتوجد كطحنها هي وكتوجدها، دونك أنا عارفة بلا ما راهي حرة 100% ولا طبيعية 100%. دونك غادي ندير نص معلقة متكونش عامرة بزاف ديال القرفة كيما هكدا، أو كنزيدو عليها باش نخلط هاد يتجمع ليا هاد الخليط كامل. فصرا غادي نخلطو كيما هكا وغادي نشوف علي الا كان عاد مازال ما جراش ليا. غادي نزيد معاه واحد نص تاع الحامضه، انا كندير الحامض. وبالنسبه للبنات اللي ما عندهم اللي عندهم البشره تاعهم حساسه يحاولوا انه يتفاداوها ما يديروهاش، يديروا يقدروا يبدلوه بالليمون. انا ندير نص تاع الحامضه على حساب العجينه باش تولي ليا واحد المعجون اللي هو كيما هذا. فوالا شمو هاد الوصفه هذه اللي هي زوينه بزاف البنات للحبوب وحتى الوجه. واللي ما عندوش العسل يقدر يبدلو بزيت العود، تقولوا لي واش هي زيت العود؟ زيت العود هي زيت الزيتون ولا زيت النباتيه. دونك تقدروا تبدلوها باي حاجه اخرى عندكم، تاع حاجه اخرى ماشي كاع تقدروا ما ديروش كاع كي نقول حاجه اخرى يعني ما عندكمش العسل تقدروا عسل زيت العود، واللي عنده العسل هي راه احسن. دونك الخلطه تاعي ها هي كتجي بهذه الطريقه هذه. دابا غادي ندور الكاميرا عندي باش نديرها معاكم. فوالا دونك بسم الله غادي نبدي غادي نديرها. الحمص راه زوين البنات للوجه، كيجمع لينا لابو كيسد لينا هذوك المسام كما كتشوفوا حتى انا عندي بعض المرات كي عندي المسام شويه مفتوحين. دونك هاد الوصفه هذه هي زوينه بالنسبه ليا انايا، وحتى الحبوب كتقضي على الحبوب بصفه نهائيه. ديروها حتى اون فوا دو فوا باغ سيمين، ديروها في الليل تمشيو نعسو حتى وجه تاعكم تحسوا به نقي ونظيف. البنات كنصور في الليل حتى نعس كلشي، ندي نعس حيت ما كيخلينيش نصور،
خليت واحد نعس، قلت نبروفيتي انا ندير لكم هاد لا فيديو بس غدا فريمون غادي نوض بكري وعندي ما يدار، قلت ما غاديش يكون عندي الوقت فوقاش نصور لكم، قلت نبروفيتي انا نصور لكم دابا. فوالا البنات قدروا تهودوا حتى في العنق ديالكم ماشي مشكل، الا كنتو شتو راسكم درتو بزايد بحال دابا انا درت شويه زايد، تقدو معاكم اختكم ولا امكم ولا الوالده ديالكم معاكم في الدار تقدو ديروها لهم اللي هي زوينه بزاف ما تضيعوهاش. فوالا ودابا ساليت هاد درت الوصفه على وجهي، دوك غنخليها حتى 20 دقيقه وتحسوا الوجه نتاعكم انه كيتجبد وكيتزير، وغادي نخليوها كما قلت لكم 20 دقيقه حتى تنشف لينا، ومن بعد غادي نرجع باش نكمل معكم وتشوفوا معايا لا كريم دو نوي اللي كنديروا مور اي وصفه اللي كنصابونا بيدي. وما تزابيوش بقاو معايا انا نرجع. ما غسلت الوجه ديالي فرانشمون النتيجه اللي رائعه رائعه، كتشوفوا دابا الوجه نتاعي انا احمر شويه سي تو في نورمال باسكو عادي يلا غسلتو. دابا غادي ناخذ ماء الورد باش نبرد هاد الحموريه هادي العافيه، دابا غادي نخليه ينشف وناتوندو اللي غادي ينشف. البنات دابا غادي نوجدو واحد كريم دو نوي اللي هي زوينه بزاف في الوجه اللي ديجا هي كتحارب لي غيد يعني التجاعيد والكنف، بالنسبه للبنات اللي فيهم لي طاش كيكونوا كحل في الوجه زوينه بزاف ديروها كل ليله، كنفخت روحي كديروها كل ليله وتنعسوا بها واللي هي زوينه بزاف 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 بزاف، جربوها وديروها اللي هي كتحتوي على واحد البيضه غادي نجيبها لكم شايف. دونك هي كتحتوي على صفر ديال البيضه، كاين بزاف الناس غادي يشوفوا البيضه اللي يقول يا ريحه البيض الاصفر ولا حاجه، ما تبقى لا ريحه لا حتى شي حاجه، انا نحتاج الصفر نتاع البيضه وغادي نحتاج معاه معلقه نتاع الحليب كنخلطهم، وكت ديك الريحه ملي كنزيدوا عليها الريحه نتاع البيض باردون كي كنديروا عليها الحليب كتمشي ما كتبقاش نهائيا، وكتعطينا كوم اون بوتيت كريم نديروها على وجهنا بواحد القطنه تفاصون بلا ما نحرق لكم المراحل، تبعوا معايا غادي نديروها معاكم دابا. دابا انا غادي ناخذ هاد البول معنا، غادي ناخذ غير صفر البيضه فريمون، غادي نحاول ناخذ غير الصفر ما ناخذش مع البيض نهائيا، طبيعيه وانا كنديرها ما كنجيبش لكم شي حاجه البنات اللي ما مجرباهاش ليا فيا شخصيا، كنديرها فيا شخصيا ومجرباها، ماشي كل نهار كنجيب كندير لكم فيديو جوست هكا، كندير الفيديو بالحوايج اللي انا مجي جو مجرباهم ومالفه كنديرهم، ما عادش نعطيكم يعني حاجه اللي ماشي زوينه واللي تقدر تضركم البشره ديالكم. دونك غادي ناخذوا الصفره ديال البيضه كما هكا تشوفوا معايا كيبان لكم شحال، دابا صفرت على البيضه كيما هكا غادي ناخذوه ناخذ اون بوتيت فورشيت ولا حاجه، وغادي غادي نحتاج ضروري واحد المعلقه باش ندير معاها نص معلقه كبيره ديال الحليب، وجربوا على البنات وتشوفوا الحليب غادي يحيد كاع الريحه ديال الصفر البيض، كما كتعرفوا ان البيض سي اونتي اوكسيدون يعني فيه في مواد زوينه للوجه، تقدروا ديروه بوحدو على الوجه ديالكم يعني ما كنتو تخرجوا ما غادي ديروا والو جالسين في الدار ما عندكم ما يدار، تقدروا ديروها غير غير الحليب ديروا البيض غير بوحدو اللي هو زوين بزاف، ولكن بما انه غادي نعسو بها نحاولوا ان نمسحوا به الوجه ديالنا، يعني ماشي شي كريم اللي غادي نحطوها نحطوها على وجهنا وغادي كما نقولوا نرونوا الحاله نو، هي غادي كتولي كيما هكذا ما فيهاش كاع ريحه البيض نهائيا، بس داك الحليب كما قلت لكم كيحيد ديك الريحه نتاع البيض، او ميم طون يعني حنا غادي نستعملوه كواحد تقدر تقولوا كريم دو نوي، او ميم طون تقدر تقولوا معقم اللي هو
يعني كينقي لنا الوجه حتى هو، وكي كما قلت لكم كيعارب لنا التجاعيد، وهذوك لي بتي طاش اللي كيكونوا لنا في الوجه غناخذو قطنه كيما هكذا وغادي نغطسوها في داك البيض. وحاولوا انكم تمسحوا وجهكم به، وكما تعرفوا البيض انه غادي يبس، ما غاديش يبقى كاع بحال ما كاينش، بحال ما راكو دايما على وجهكم. والريحه نعطيكم اليقين انها ما كايناش ريحه تاع البيض، وجربوها واخا تكون شويه الريحه ماشي مشكل دوما تعطينا النتيجه زوينه. ديجا انا كندير معاكم قدامكم، وديجا هو نشف ديجا ما بقاش، دونك حاول انا ندير بارتو. بالنسبه للبنات اللي كيتقدموا في اللاج ديالهم وكيكون عندهم بعض التجاعيد اللي كيكونوا عندهم في كلك مناطق، في بعض المناطق في الوجه ديالهم، يعني يقدر تعطيهم واحد سكوند، يعني واحد كما نقولوا تعطيهم واحد الثقه في النفس. وفريمون فريمون جربوها البنات، هي زوينه بزاف. هيا دابا ندرسها معكم، ولكن ديجا راهي ديجا نشفات، دونك انا خليها تنشف، ما يتنشف تحسوا بحال ما كاين والو في الوجه ديالكم، ما بقاش تلصقني حتى شي حاجه. دونك تمشيو تنعسوا نورمال، وغدا تغسلوا وجهكم عادي بالصابون وديروا لا كريم دو جوغ ديالكم. بعدا نعطيكم واحد لا كريم دو جوغ اللي كنصاوبها انايا، اللي زوينه بزاف، حتى هي ما كتستمكات، ماشي ضروري انا كنت تمشيو تشريو دي مارك دي كريم دو جوغ كلشي معمرين بمواد سيليكونيه و ساكوتشير غاليين غاليين. دونك واش نقول لكم لي النصيحه تاع اليوم هذه هي. دابا انا غادي نخليه ينشف مزيان، ومن بعد كما قلت لكم البنات غادي ينشف، ما تبقاوش تحسوا به كاع في وجهكم، سيروا تنعسوا نورمال ترونكيل. وغتحسوا بان الوجه تاعكم يبقى تديروه كل ليله، تحسوا بالوجه ديالكم فريمون كيتفتح، وهذوك لي طاش كيمشيو، وكيحارب التجاعيد والكنف فريمون. هذه التجربه، وجربوها وردوا عليا، وغادي نستنى ان شاء الله تلايكيو لي فيديو الى عجبكم، وتابوناو في لاشين ديالي ان شاء الله باش يوصلكم كل ما هو جديد. ندير لكم بوسه كبيره 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 كبيره، والا كنتو باغيين شي سوجي وبغيتوني على من نهضر، وبغيتوني شي ندير لكم شي وصفه اللي هي بغيتوها نتوما، نيزيتي با ام دوموندي. نستنى ان شاء الله لكم وتقطعكم، ما تنساوش تلايكيو لا فيديو وتبارطاجيو باش بنات بزاف يستافدوا من هاد لا فيديو هادي. نقول لكم ليله سعيده، انا غادي نمشي نعس غدا، انا تبعي نهار طويل طويل. ندير لكم بوسه كبيره ونقول لكم الى اللقاء ان شاء الله.